أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية أسهامات قطاع النفط والغاز في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة السيد كلايني رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج حيث أكد سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تبني مزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الصناعات النفطية في مملكة البحرين مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار ترسيخ الاقتصاد النفطي الذكي من خلال البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في قطاع النفط والغاز خلال الأعوام الماضية. وأشار سمو إلى أهمية اللقاءات والمؤتمرات التي تعنى بالنفط ومخرجاتها والتي تنعكس على تطوير وتعزيز القطاع النفطي ليواصل تحقيق أهدافه منوها بنتائج مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية ميوس وجيو المنعقد في مملكة البحرين وما يقدمه من حلول مبتكرة في مجال النفط والغاز.